رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي بالحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر، واللي نشر صوره للاعب حمدي فتحي بعد مباراه حرس الحدود امبارح وكتب: نسر مباراه اليوم هو لاعبنا حمدي فتحي. كمان نشر حمدي فتحي صوره من المباراه على الانستجرام وكتب: الحمد لله دائما وابدا. كتب محمد ابو تريكه نجم النادي الاهلي السابق على تويتر بعد قرارات مجلس اداره النادي الاهلي النهارده: دائما الاهلي كبير برجاله وقراراته، الاهلي فوق الجميع. كمان كتب وائل جمعه لاعب النادي الاهلي السابق على تويتر: برافو يا اهلي. ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي فاحتفل بعيد ميلاد ابنه فارس ونشر صوره معاه على الانستجرام وكتب: كل سنه وانت طيب يا قلب بابا، ربنا يخليك لينا ويعوضني بيك خير، ويا رب اشوفك احسن واحد في الدنيا. كمان النائبه انيسه حسونه واللي شاركت في ندوه من اجل مستقبل بلا سرطان، الندوه دي كانت موجوده في النادي الاهلي امبارح، نشرت صوره على تويتر وكتبت: بعد هذا العمر الطويل في تشجيع النادي الاهلي منذ الطفوله، اول صوره لي داخل نادينا العريق، باقي الصور في الطريق وتسليم الدرع. كمان شارك عدد من لاعبه النادي الاهلي في احياء ذكرى شهداء نادي الزمالك، نشر محمد هاني صوره على تويتر وعلق: رحم الله شهداء نادي الزمالك. عمرو سلية كمان نشر صوره على تويتر وكتب: رحم الله شهداء نادي الزمالك في الجنه يا شهيد. احمد فتحي كمان على تويتر كتب: رحم الله شهداء نادي الزمالك، ربنا يجعل مثواهم الجنه ان شاء الله. كمان عمرو جمال نشر نفس الصوره وكتب: رحم الله شهداء نادي الزمالك، رحم الله العشرين. نشر حسين السيد صوره على تويتر وكتب: لن ننساكم، ربنا يرحم ويجعل مثواهم الجنه ان شاء الله. ده كان حسين الشحات. كمان نشر جيرالدو لاعب النادي الاهلي صوره على الانستجرام عشان يقدم التعازي في ضحايا حريق نادي فلامينجو البرازيلي وكتب: ليريح الله قلوب جميع العائلات كرة القدم البرازيلية في حداد اليوم. نشر كمان النجم البرازيلي رونالدينيو صورة على تويتر وكتب: حزن شديد، خالص التعازي والمشاعر مخلصة لكل الأمة، إنها مأساة رهيبة. كمان الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي نشر صورة على تويتر وكتب: خالص التعازي لأقارب ضحايا نادي فلامينجو. نشر كمان سيرخيو راموس كابتن ريال مدريد صورة على تويتر وكتب: أخبار حزينة جدا من البرازيل، خالص التعازي لأقارب الضحايا. نشر أحمد حسن كوكا المحترف في أولمبياكوس اليوناني صورة لسالة على الانستجرام وكتب: أعمق تعازينا لعائلة وأصدقاء ميليانو سالا، نرجو أن يستريح بسلام. نشر النجم الأرجنتيني الكبير مارادونا صورة للاعب إيميليانو سالا على الانستجرام بعد إعلان السلطات وفاته رسميا بعد العثور على جثته وكتب: حزين جدا لسماع هذه الأخبار الحزينة، احتفظ الكثيرون منا بنور من الأمل يا إيميليانو، خالص التعازي لعائلتك وأصدقائك، وأشكر الأرجنتينيين على احترام الزملاء والمشجعين من جميع أنحاء العالم. نشر كمان النجم الأسباني أندري إنييستا صورة لسالة على تويتر وكتب: أرقد في سلام إيميليانو سالا. نشر كمان الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صورة لسالة على الانستجرام وكتب: أرقد بسلام يا إيميليانو، خالص التعازي للعائلة والأصدقاء. سيرخيو أجويرو برضو لاعب مانشستر سيتي نشر صورة رسالة على الانستجرام وكتب: حزن رهيب، ارتاح في سلام إيميليانو، تعازينا لأصدقائه ولعائلته. نشر كمان السويسري شيردن شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي صورة رسالة على الانستجرام وكتب: أشعر بالحزن العميق لوفاة إيميليانو سالا، أود أن أعرب عن خالص التعازي لعائلته وأصدقائه، تعازينا أيضا لعائلة الطيار ديفيد إيبوتوسون. كمان نشر مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي صورة لصالة على تويتر وكتب: لا توجد كلمات لوصف مدى الحزن، كل التعازي والدعوات لعائلته وكذلك لعائلة الطيار. نشر كمان جاريث بيل لاعب ريال مدريد صورة على الانستجرام لصالة وكتب: خالص التعازي لعائلة وأصدقاء إيميليانو سالا، إنها أخبار حزينة. واخيرا احتفل الحساب الرسمي لنادي برشلونه على تويتر بعيد ميلاد ارناستو فالفيردي المدير الفني للفريق ونشر صوره ليه وكتب: عيد ميلاد سعيد فالفيردي. دي كانت اهم الحاجات اللي حصلت على السوشيال ميديا من امبارح للنهارده. دلوقتي هنطلع معاكم لفاصل سريع وهنستقبل ضيفنا النهارده في حلقتنا استاذ محمد السيد الناقد الرياضي في الاخبار المسائيه.